اجيب الجيش بتاعها، انتصر على الواد اوكتافيو الاهبل، احكم روما ومصر بالمره. مصر تبقى حاكم الامبراطوريه الرومانيه. يا سلام، متشكر قوي يا كبير المجلس. لا لا ده حاجه اقل يعني من الواجب. يعني جميلك ده فوق راسي من فوق، يعني والشاي بتاعك عندي يعني. لا عيب ما تقولش الكلام ده، والله احنا اهل. لا يعني ده اقل حاجه يعني. لا احنا اهل والله. الله يخليك. ربنا يخليك. ايه رايك يا ياض؟ 100 100. هنحكم روما. اه لازم. تنزل معايا على مصر؟ هننزل يا اسطى. هنركب ايه؟ نركب اي اللي انت عايزه. اي اللي انت عايزه يعني. شوف انت عايز، لو عايزنا ناخدها جري نشقلب براحتك. شقلبه. اه ناخدها شقلبه لحد مصر. يلا بينا. يلا يا اسطى. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت فاهم هتعمل ايه؟ انا مش فاهم يا اسطى. معايا. يلا بينا يلا بينا. سلام يا انطونيو، مع السلامه. الف الف سلامه. الواد هاني اتاخر. ولا هاني يا هاني. رياض اتأخرت ليه؟ أخد نفسي بس من السلم. آه. بعد ما جبت الكشري لقيت دكر بط دوخني على ما خدت منه دي. كويس، جبت الكشري؟ اه جبته. اهو. فين الباقي؟ ما نديته للصبع عشان يمشيني بسرعة. ليه؟ شغال في عزبة أهلك؟ ماشي يا سيدي ماشي. اكتب. ولكن أنطونيو لم يكتفي بما حققه من انتصار على اوكتافيوس. ايه ده؟ هو غلبه في الفيفا وانا بجيب الكشري؟ يا عم فيفا ايه؟ احنا بنكتب تاريخ. انت هتكتب على مزاجك، اكتب اللي انا ملهولك. حاضر. جبت معالق؟ هتلاقيها في قعر الكيس. ماشي. وذهب انطونيو. جبت الورد؟ عديت على الجنايني قال لي تعالي بكره عشان خاطر الجمعه اللي فاتت كان الفالنتاين. هحط على الكشري ورد من الجنينة؟ هتعمل لي فيها ايه وسي ومش فاهم؟ حاجة تقرف. وذهب أنطونيو لمقابلة كليوباترا. يا روما. ايه رايك يا اسطى في الفيلا بتاع الكليوباترا دي؟ حصلتش فيلا. ايه يا ده قصر يالا. اه يا اسطى اكيد واخداه قانون جديد. قانون جديد ايه يا اسطى؟ يا اسطى كليوباترا دي معاها فلوس تعمل اكتر من البتاع ده مرتين ثلاثه. لا بس عشان الحسد يعني والمحاسبات وكده يعني بياخدوه قسط مع بنك. ما اعرفش يا اسطى، انتوا ملوك زي بعض، انتوا قادرة بقى. انت فاهم يا اسطى. مهم. آه كليوباترا دي تفتكر ان انا هعجبها؟ تعجبها؟ ده انت تعجب اي حد يا اسطى، ده انت قمر. اه طبعا، وهي هتلاقي مز زي فين يعني. مش هتلاقي يا اسطى. المهم هي نفسها حلوه؟ هي دي فجره. كليوباترا. كليوباترا دي اقسم بالله فلقت قمر. يا سلام. والله انت ما شفتش الصوره على المعبد واحنا داخلين يا اسطى؟ هي الصوره على المعبد دي كليوباترا؟ هي يا اسطى. اوصفها لي يالا. هي اللي على الصور. ايوه. شعر أصفر رقيقة. رقيقة. يا سلام. رشيقة. الله. شديقة. يعني إيه شديقة؟ أهي على الوزن يا اسطى وخلاص. وإحنا هن إيه؟ يعني اللي على المعبد دي هي كليوباترا؟ هي يا اسطى. جامدة يالا، جامدة يالا. دي ولا ننسى عجرم من سنتين مثلا. يا طيب يعني أنا ألغيها؟ وأكيد هعجبها وضع طبيعي يعني. أساسي. طبعًا طبعًا. وبعدين أقوم واخدها بقى إيه تحت باطي، واخد جيوشها بقى بميكروباصاتها بتكاتكها بكله. كله يا اسطى، وتحتل أنت روما دي كلها. أنزل على أوكتافيو ده أدغدغه يا أدغدغه. أدغدغه يا موته في الأرض. أهلًا أهلًا أهلًا. إزيك يا أنطونيو؟ إزيك يا ديسيوس؟ إيه ده؟ كبير المجلس؟ آه. أنت هنا في مصر بتعمل إيه؟ هعمل إيه؟ عقد خلص في روما. والكفيل ما رضيش يقدد لي العقد. كلمت الست كليوباترا الله يجبر خاطرها يعني، فعملت لي عقد هنا في مصر. بس ان شاء الله زي ما فهمتك، لو خليتك تحبها وانت حبيتها هتخليك قائد على الجيوش. ماشي، ما دام انت معايا كمان هتلاقيني اول باول، ما تقلقش يعني. انا اكيد هي هتحبني ان شاء الله. طب هي فين كليوباترا؟ اه يا اسطى احنا مستنيينا مسيرها هتيجي. زمانتها على وصول. زمانتها؟ اه. ايه زمانتها دي؟ ما احنا في مصر بقى اتعود على الحاجات دي. زمانتها. آه. وعزناها وكمنها وجرناها
وش حال؟ ويا لهوي يا لهوي يا لهوي. يعني شوف والنبي قعدتك ما تشبع منها. يا سلام. صحيح الدنيا ضيقه. الدنيا فعلا تلاقي. الدنيا تلاقي. ايها الحكيم اين انت؟ انا هنا يا ستي في الفسحه. السلام عليكم. عليكم السلام. الله اكبر الله اكبر. ومن شر النفاسات في العقد. ماذا؟ بحثت عنك كثيرا، اين كنت؟ يعني هروح فين على حطه ايدك؟ المهم كلم لي الشيف الشربيني بسرعه واساله هو ينفع بدل ما نلف المحشي نعمله خوابير. الشيف الشربيني في عمره. تحب اكلم لك الشيف حسن؟ يا جماله يا جماله يا تكاته. اهلا 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 اهلا. احنا عندنا ضيوف. احنا اللي جايبين الخوابير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايه عايز حاجه؟ ايه خد شباب تجر اعمل لنا شندوشات عشان هنموت. شندوشات ايه؟ يا ده احنا ملوك. يا شندوشات ايه؟ خش جهز لنا خروف مع ديك رومي مع فراخ، يعني ظبطينا ونادلنا ست كجر كمان. ستي سامع يا حكيم اللي تأدبه؟ ايه ده ايه ده انطونيو؟ عيب كده، هي نفسها ستها. ايه ده هي نفسها ستها؟ هي نفسها ستها. ايوه. امال بيقولوا ما بتضربوش بانجو ليه؟ هي نفسها ستها ازاي يعني؟ هي نفسها ستها. كليوباترا دي كليوباترا؟ دي 100 كليوباترا. 200 كليوباترا على الاقل يعني. ايه ده ازاي يا اسطى؟ اما نصور مين اللي كانت على المعبد ديت؟ دي فوتوشوب يا ابني. عشان كده الصور المهببه اللي بينزلوها على السجاير بسبب الكوارث دي. ايوه صح. طب احترم نفسك بقى ياض انت وهو ياض. ياض بتقول الحاكم نص روما ياض. ياض ونص روما اللي انت جاي تتنطط علينا بيها قوي دي ياض، بكره تبقى في كرش. وكرشها يشيل صراحه يعني. انت مش مصدق؟ طب انا هوريك. ايه ده؟ ده هتورينا كرشها يا اسطى دي ولا ايه؟ اصبر يلا اصبر، ما تقلقش، انت مع انطونيو. والله ده اللي قلقني ان انا مع انطونيو دي. انت مسوق واد يا قيصران يا قيصران. ايه ده هلا؟ كرشها طلع له كماله بره. انت يا زفت. ايوه يا مامي. ايوه انا جاي اهو. ايوه ثواني يا زميلي هشوف الحاج عايز ايه واجي لك بسرعه. ثواني. ماذا تريدي يا امي؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ اسكتي بقى عشان انت جايبه لي الكلام في الحته كلها. ليه؟ كل ما امشي في حته العيال تقول لي خد يا ده سبارس. ايه ده ليه؟ عشان انت كليوباترا. انت عارفه بيقولوا لي ايه كمان؟ ايه؟ بيقولوا لي خد يا دي يا ابني المنفسه. طب اخرس يا ابني المكتومه. وقولي كنت بتعمل ايه؟ كنت اصارع التنين الذهبي وحوطت التنين حتى باب المعبد. قيصرون. أيوة. قيصرون. ايوه. الم تستطع قتل الوحش؟ لا ماما ندهت لي. شت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده اللي انت جايبهولي؟ ويا قيصرون ده اخره سوبر ماريو يا ماما. ده قيصرون ابن الملكه كليوباترا، يعني هيبقى ملك مصر. ملك ايه يا اختي؟ ده ملك، ده منظر ملك بذمتك؟ بصي بقى الملوك عاملين ازاي. ايوه دي مشيه الملوك، حركات الملوك، بلاهة الملوك، جسم الملوك، عضلات الملوك، هي دي بنجات الملوك. الكلام ده في الـ WWE والكلام ده في الـ WWC. قيصرون هيبقى ملك مصر وروما. نعم يا اختي، ملك مصر وروما. هو ماله مال روما؟ هيبقى ملك مصر وروما قيصرون ابن يوليوس قيصر. ابن يوليوس قيصر؟ يوليوس قيصر جه مصر وخلف الواد ده؟ يخرب بيت عقلك يا يوليوس يا قيصر، جبت راس روما في التراب. اخص عليك يا انطونيو،
ده بدل ما تفرح له وتشيله وتهشتكه وتدلعه وتروح تجيب له كسين بوزه من المقله. ايه ده؟ ست كليوباترا وسعت منك شويه بقى. معقول انطونيو انطونيو هيشيل ابن قيصر وروح يجيب له حاجه من المقله؟ عيب كده. استنى ونبي عم التاريخ، استنى بعد اذنك، بعد اذنك انا عايز افهم حاجه. يعني يوليوس قيصر جه مصر هنا وحبك واتجوزك ولا ايه؟ ده فضل يلف حواليا السبع سنين. يلف سبع سنين حواليكي؟ اه. انت كنت اتخن من كده ولا ايه؟ قصدي فضل يلف حواليا سبع سنين عشان يوقعني. اما انت ما توقعيش في سنتين ابدا. وبعد اول مكالمه قال لي تعالي نخلف عيل يا كيلو. ايه ده؟ بقول لك ايه يا برنس؟ هو كان بيقول لها يا كيلو؟ ساعات كان بيدلعها ويقول لها يا نص كيلو بطره. ايوه وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين اتجوزوا، وبعدين انا جيت نورت البيت. ده جاي من اسبوع على هنا. وبعدين؟ ده منظر ملك يا اسطى. انا مش فاهم، ده منظر ملك؟ ما تقول لنا يا كبير. لا طبعا ملك، ملك ومن سلاله الملوك. انا هوري لك قيصرون. ايوه وريهم ضحكة الملوك، شهقة الملوك، شمخة الملوك، فرحة الملوك. ايه ملك ولا مش ملك؟ ده هبل الملوك. ولا كيسرون. ايوه انا اسقط. يلا يا اسطى على الوحش رجع تاني، انجز ياض يا ابني منفذها. شفت عملت فيا ايه يا بنتي؟ ها؟ حاضر يا مامي، جاي لك على ثبت الوحش وانا جاي. وجرى قيصرون جرية الملوك. ولا هاني انت فين يا ولا؟ يا تنكة اهلك، كنت فين كل ده؟ كنت في الحمام. وانا كل ما اندهلك الاقيك في الحمام؟ ما هو كتر عادك في الحمام ده هيأثر على البنية الأساسية بتاعت البلد. اجهز، ايه اللي انت شايله ده؟ ده الرفارف بتاعك. طيب ماشي. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. قيصر لعلمك بقى كان بيخونك مع واحده اسمها عسليوس في روما. انا اللي شقطاه منها. شقطاه منها؟ طب تعرف انه كان مخلف منها عيل اسمه اوكتافيو؟ ايه الكلام ده صحيح يا حكيم؟ كان ما يعني كان مشارك في حكم روما وكان في حرب دايره بينهم، لكن اوكتافيوس انتصر على انطونيو. اوكتافيو مفروض ان في منافسه بيني وبينه على حكم روما. هو كمان لو عرف ان ليه اخ هنا في مصر اللي هو قيصرون الاهبل ده ممكن يقتل قيصرون ويقتلك ويقتل الراجل المتلون ده. ايه يقتل ابني؟ لا ده انا كليوباترا. عارفين يعني ايه كليوباترا؟ عارفين يا ستي، عارفين يعني التهاب رئوي وبلا ازرق، عارفين. انا قررت احارب ابن قيصر. معايا انطونيو؟ معاك يا كليوباترا. ايوه كده، عايزين نرجع مجدي روما. الله يحرق روما ومجدي اللي قاعد في روما. ايه اللي مقعده؟ هجره غير شرعيه، ايه اللي ودى روما؟ معرفش يا اسطى، ما احنا عايزين نفهم بقى. حاضر. طيب انا هقول لكم على حاجه. تعالي يا ستي لحظه واحده، لحظه واحده هنا، عايز اقول لك على حاجه. قول. دلوقتي لو انت وانطونيو انتصرتوا على اوكتافيوس، مين اللي هيحكم روما؟ معاك حق، انطونيو ممكن يبيعني ويحكم روما لوحده. مش كده؟ طب سيبينا حل المشكله دي. سيد انطونيو. ايوه. دلوقتي انت وكليوباترا وهي معاه جيش جرار. ده غير العرمرم؟ غير العرمرم. يا دي المصطلحات. ها هي معاها جيش جرار، لو انتصرتوا ممكن تلهف حكم روما. تلهف حكم روما؟ طب ايه الحل يا كبير المجلس؟ الحل؟ تعال يا ست هنا. انا عندي حل وسط ليكم انتوا الاثنين. انتوا الاثنين تخلفوا لنا عيل عنده بتاع 19 20 سنه كده، يبقى نصه مصري ونصه ايطالي، وهو اللي يحكم الامبراطوريه الرومانيه. ايوه بس انا اخلف من دي ازاي يعني؟ مش عارف ازاي. مش اللي في دماغك يا ست انتي. عارف طبعا ازاي، انا اقصد يعني ان بتاع ده اسمه ايه؟ اوكتافيو. الاسامي دي
أوكتافيو على الحدود هناك في اسكندرية، بينه وبيننا ساعتين على الصحراوي، هيوصل هنا وهنلحق نخلف مش هينفع. جرايا أنطونيو، أنت هتعيط من أولها. مش أنطونيو اللي يعيط، أنا مستعد أخلف دلوقتي حالا. ماشي. تمام. ماشي. اتفضل قدامي. اتفضلي أنت ورايا. لا اتفضل قدامي. اتفضلي أنت ورايا، أنت هتمشي كلامك عليا ولا إيه؟ هي كلمة اتفضل قدامي. تعالي ورايا. ما هي نفس الجملة اللي بتقولوها. انا بقول لها تعالي ورايا، هي بتقول لي لا اتفضل قدامي. ما هي نفس الجمله يا اسطى، تعالي ورايا، هي هي يلا قدامي. في ايه يا اسطى؟ انا بقول لها ايه؟ تعالي ورايا. وانا بقول له اتفضل قدامي. طيب مختلفين مختلفين من اولها. لا حول الله يا جدعان. طب ما تمشوا جنب بعض. نمشي جنب بعض ورايحوا الدنيا على اساس فرح يعني. اه فرح بقى وزفه دلوقتي ونفرح بيكوا يا اسطى. هتعمل لنا فرح دلوقتي؟ اعمل لكم فرح دلوقتي. يلا دي الزفه تاني. يا يا ودي حته مني يا ابني تتعد البيت فدى علينا يا حاجة. كانوا واخدين بحسنا. اه والله. بس بقول لك ايه، عجبك البوفيه؟